مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا كل شيء على خير وبخير. صباح الله. فيما كان بغي ندير معكم شي اوديو ولا شي فيديو، تكون مروحه شيء طبيعي. انا مسافره والكل تعرف، لان الكل كل شيء لو متابع لطيفه فينا هي، ياك ما محبوسه ياك ما فهمتش. المهم جا الوقت اللي خصني نهضر، ما غاديش نقول بحال دائما انا ماشي من النوع اللي كنرد، انا ماشي من النوع اللي تنتكلم، انا ماشي من النوع اللي تنرد على، ولكن هذه المره شويه زاد الحد، زاد بزاف، لاني ما كنفكرش في نفسي. دابا انا زمان ما كنتش نفكر نهائيا في لطيفه رأفت، تنفكر في سمعتي، تنفكر في الناس اللي كيحبوني باش ما نعملش شي حاجه اللي تضرهم. لكن الان اول وحده كنخاف عليها وكن يعني كنخمم فيها بزاف وتنفكر فيها بزاف، وهي بنتي، بنتي الماس. نهار اللي تزات الماس انتوما كتهضروا، ونهار اللي تزات الماس ما خليتوش حتى حد بنيه تعيش بسلام. ها اللي ما عندهاش باها، ها اللي سرق لها بيض، ها اللي على الزعره، زعره كولتها مع هذا اللي نايض عليه الصداع مالي، كو كانت سمراء ما نقولش كحله، ولكن زات مع انسان زعر وكيعرفوه، كيعرفوه بزاف اللي كيكتبوا عليه. نهار اللي بغي هو يبان مع بنته مرحبا بيه، من حقه الا مبغاش يبان. تحطات البنت معايا، علاش البنت زعره وهي بيضة؟ يعني شنو هاد الافكار؟ شنو هاد الشيء هذا؟ اش درت لكم؟ على فكره كنتكلم على الناس اللي كتأذي، ما تنتكلمش على الناس. وكنشكر الناس اللي اتصلوا بيا، وكنشكر الصحفيين اللي اتصلوا بيا، وتنشكر الناس اللي كلهم تيقولوا لطيفه لطيفه ما ديهاش في هاد الشيء. ولكن هاد المره شويه زاد، يعني زاد هادشي على حدو. وبالاخص انني حتى ناخذ بنتي، انا ماشي سافرت لبنتي على فكره، عاوتاني انا ما سافرتش بنتي نوال، انا كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمه ومؤمنه بالله، وكنآمن بالرسول عليه الصلاه والسلام وكتابه المنزل بالله سبحانه وتعالى. فانا سافرت لان بنتي عندها عطله فقط، وما سافرتش بها من نهار اللي مرضت للوليده، والان راها مريضه للوليده. ولكن البنيه خاصها تسافر، وباها بغى يسافر سي نورمال، خصني نسافر مع عائلتي. اشنو كيقولوا؟ لطيفة هربات، واش ما عندناش قانون في البلاد باش نهرب؟ علاش غنهرب؟ بغيت هادو اللي تيقولوا لطيفة هربات يخرجوا يقولوا علاش هربات؟ ما كاينش بوليس في الديوانة، ما كاينش حتى حاجة، يعني تخرجوا كيف ما بغينا وتندخلوا كيف ما بغينا في هاد البلاد، يعني عادي عندكم انني انا هاربة. منين غنهرب؟ بغيت نعرف منين غنهرب وعلاش غنهرب. هادو اللي تتكتبوا اللي كتبوا في التعاليق، خلاص وصل بعض الاخوان او بعض الناس، ما خصنيش نقول من اخوان،